نجم الفريق عبد الله عبد السلام. خليها بقى نروح لكابتن عبد الله عبد السلام، انت جيت سيره قول الو بقى. الو كابتن عبد الله، مساء الخير كابتن عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كابتن عبد الله حبيبي يا كابتن خالد، اخبارك ايه؟ والله الحمد لله. اولا ببارك لك الف مليون مبروك يا كابتن عبد الله على مباراه النهارده، فوز رائع 3-1. لكن اهم حاجه عايزين نطمن على كابتن عبد الله عبد السلام، ايه اخبار الاصابه؟ قلت لهم النهارده لما اتفرج عليك وقلت لهم انا اول مره اشوف حد يتصاب من تحت الشبكه، طمنا يا كابتن عبد الله لو سمحت. اول يا كابتن خالد برافو، برحب بحضرتك وبرحب بالكباتن في الاستوديو. طبعا اول حاجه اهم حاجه مكسب، ببارك للجهاز الفني وببارك للعيبه، ببارك لجماهيرنا وجاي افضل ان شاء الله رب العالمين. اما موضوع الاصابه ده والله يعني حصل يعني دفاع مني انا في البونت ال 23 دوت اتحلت رجلي عدت الناحيه الثانيه، فاللعيب بتاع الاهلي تربص طبعا كان هو نط في الهواء، كانت الكوره خلاص بتاعت الناحيه الثانيه فنزل على كعب رجليا، بس الحمد رب العالمين يعني انا سليم الحمد رب العالمين وان شاء الله كانت مخفف باذن الله، باذن الله ما فيهاش مشكله خالص باذن رب العالمين. كابتن عبد الله لازم نستغل وجودك معانا، وانا عارف فريق رجال الطايره يعني روحهم عاليه جدا جدا جدا، لكن الشوط الثالث فرقه الاهلي ريحت، الجماهير دخلت ارض الملعب تقريبا 50 60 واحد فرقوا مع لعيبه النادي الاهلي النهارده. طبعا حضرتك عارف التخيل، طبعا الجماهير عنصر مهم جدا والنادي الاهلي يعني الجماهير طبعا رقم واحد. طبعا نشكر العدد اللي جه النهارده وان شاء الله رب العالمين عارف في عدد زياده جاي ان شاء الله رب العالمين جايه. الشوط الثالث طبعا ممكن يكون حصل بعد الافتتاحيه بالنسبه لنا، بس الحمد لله رب العالمين يعني كل الناس قضت عليها، ما فيش حد عايز يحصل تراخي او اي حاجه، هم فاقوا شويه الشوط الثالث، الفرصه جات لهم استغلوها كويس ونهوا الشوط الثالث لمصلحتهم، ربنا كرمنا الحمد لله رب العالمين رجعنا تاني ركزنا في المباراه والحمد لله رب العالمين خدنا الشوط الرابع وكسبنا المباراه، ودي اهم حاجه يعني الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله رب العالمين الجاي يبقى احسن ان شاء الله، الاداء يبقى احسن باذن رب العالمين وان شاء الله رب العالمين نحقق البطوله باذن الله. يا رب يا كابتن عبد الله، لكن برضه لازم استغل وجودك معانا، اهلي طرابلس والنادي الاهلي يطلعوا مع بعض للدور اللي جاي ولا حضرتك شايف ايه في مجموعه النادي الاهلي؟ لا انا ما اعتقد بنسبه كبيره ان شاء الله احنا نبقى اول مجموعه وهم ان شاء الله ثاني مجموعه، بالنسبه يعني الفرق اللي احنا لعبناها ولسه عندنا مباراه كمان يومين باذن الله رب العالمين، فاعتقد هم ان شاء الله يبقوا ثاني مجموعه وربنا يسهل ان شاء الله رب العالمين ونمشي زي ما احنا في الطريق اللي احنا ماشيين فيه، مكسب ان شاء الله رب العالمين ونكمل لحد الاخر ونكسب البطوله باذن الله. كابتن عبد الله بنشكرك شكرا جزيلا والف مبروك على المباراه والف مليون سلامه عليك، وان شاء الله انت ورجال الطايره تكونوا باذن الله على النجم ال 14 في التتويج باذن الله. كابتن شعراوي زي ما انت شفت كابتن عبد الله الحمد لله اطمنا عليه، صانع العاب مهم في الفريق.